يستمر التواصل مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات المسائية وانطلاقات شوطنا الذي يسير أمام حضراتكم في هذا اللقاء، الشوط العاشر المخصص للقاية الجعادين في منافسات هذا اليوم. ها هي الانطلاقة وها هي مسيرة هذا الشوط تتحرك نحو تحدي مميز وثمين في انطلاقات اليوم وجوائز هذا الشوط. والجائزة الأولى سيارة مخصصة للفائز بالمركز الأول في انطلاقة هذا التحدي. المركز الأول نسير مباشرة إلى المركز الأول، وهنا يأتي شاهين سليم بالحزمي، سليم بالحزمي بن قناص العامري من يحتل صدارة الشوط ويتقدم في هذا المسار الصحيح. بينما المركز الثاني النقلة التالية على المركز الثاني، والمركز الثاني المركز الثالث، ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث أيها الحبل الكريم. هنا نشوان كردي بن جاسم الكردي المري من يحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع انتقالتنا مباشرة إلى الخروف، يحتل المركز الرابع تعود ملكيته لمسلم بن عمير بن سعيد بالذويب العامري في هذا الموقع على المركز الرابع. والمركز الخامس يصل من خلاله هداف تعود ملكيته لراشد بن حمد بن عامر العمري. هكذا هي النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء. من هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء انطلاقة هذا الشوط العاشر أمام حضراتكم، والنداء الأول. نعود بحضراتكم إلى البداية وصدارة الشوط. البداية الله، السيطرة الأولى، يتواجد هناك شاهين وسليم بالحزمي بن قناص العام على مقدمة الشوط والسيطرة الأولى الواضحة. بينما المركز الثاني يتواجد على المركز الثاني الدكتور تعود ملكيته سهيل بن حمد بالأسود العامري يتقدم ليقدم الدكتور على المركز الثاني. أما المركز الثالث الوصول من خلال هذه النقطة، هنا نشوان يتواجد الملكية لكردي بن جاسم بن كردي المنخس المري يحتل المركز الثالث. المركز الرابع انتقالة مباشرة إلى الخروف، ومسلم بن عمير بن سعيد بالذويب العامري هنا يتدخل على رابع المراكز في تجاذب أطراف الحديد وتجاذب أطراف الناموس. بينما المركز الخامس من الجانب الآخر هناك يتسلل في هذه اللحظات، وشعار بن جعفر بن مرخان هنا يتقدم أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء. هكذا هي النتيجة لهذا الشوط في مشوار منافسات وتحديات الصغار في منافسات هذا الشوط العاشر في انطلاقة المساء، والذي نسير بحضراتكم مع 20 شوط في فترة المساء في 13 شوطا في هذه الفترة المسائية المخصصة من خلالها لسن اللقاية. ولكن العودة إلى البداية والعودة إلى مسار الانطلاق، ولا زال سليم بن حمد بن قناص العامري مسيطر. هنا سليم بن حزمي بن قناص العامري يقدم شاهين على صدارة هذا الشوط من البداية، يقود هذه المجاميع ويقود كل الأسماء، القائد حتى اللحظات يتحمل مسؤولية القيادة. بينما الدكتور في المركز الثاني وسهيل بن حمد بالأسود العامري يصل كذلك بالمركز الثاني معلنا عن خطورته في قوة هذا الشوط. المركز الثالث نشوف المركز الثالث والهاجم في هذه اللحظات براك وحسن بن سعيد بالجيله العامري يحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع وصول من قبل الهداف في المركز الرابع راشد بن حمد بن عامر العمري يحتل المركز الرابع. والمركز الخامس في هذه اللحظات انطلاقة شاهين ومحمد بن عبد الله بن سعيد الدرعي ياتي ويحتل المركز الخامس. هكذا هي النتيجة أيها الحبل الكريم. هناك أسماء لم يحل وقت دخولها أيضا في انطلاقة هذا الشوط، أسماء كثيرة، أسماء مهمة في مراقبة الناموس، الكل على أعصابه في انطلاقة سن المفاجآت سن التحديات هنا مع اللقاية. ولكن أعود إلى البداية، نقترب من صدارة الشوط والاقتراب إلى المركز الأول. حصل تغيير في هذه اللحظات، هناك من هجم على الصدارة، يأتي شاهين الآن على المقدمة. يا سلام، محمد بن عبد الله بن سعيد الدرعي على المركز الأول وعلى صدارة الشوط. بينما المركز الثاني، نشوف المركز الثاني ماذا يدور هناك في المركز الثاني من تحدي لمجريات هذا الشوط.
المركز الثاني في هذه الانطلاقة والتواجد من خلال تواجد مشاهدينا الكرام مدهال لعبد الهادي بن محمد بن راشد بن ديلة المري، والمركز الثالث يصل فيه الناوي عبد الله بن دخيل الله بن سلامة يأتي ويحتل المركز الثالث، بينما شعار بن مرخان راشد بن جعفر بن مرخان ليقدم النادر يحتل المركز الرابع، والمركز الخامس هناك أسماء واصلة، أسماء وصلت أيها الحبل الكريم، انتظروها في الكيلو الأخير في اللحظة الأخيرة في اللحظة المثيرة، الكيلو الأخير حضر وحضر شاهين للدرعي هنا يجسد الناموس والتحدي الأول، شاهين على المركز الأول وموكب الصدارة محمد بن عبد الله بن سعيد الدرعي على صدارة الشوط، لكن حذاري الدرعي ياك بن سلام الهاجري ياك بن سلامة، ولكن انطلق 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 الله يا مدهال عبد الهادي بن محمد بن راشد بن ديلة يحتل المركز الثاني يحتل المركز الثاني، بينما المناورات قوية عندك يا الدرعي، مناورة الدرعي من خلال تواجد شاهين محمد بن عبد الله بن سعيد الدرعي، نشوف اللحظات المثيرة اللحظات المثيرة الخطيرة الخطيرة، وهناك مدهال عبد الهادي بن محمد بن راشد بن ديلة، ولكن اشوف الواصل في المركز الثاني، يعطوني المركز الثاني اللي وصل، الله اللي وصل احتل المركز الاول، الله يلي احتل المركز الاول، كفو محمد بن عوض بن خويتم العامري في اللحظات الاخيره في اللحظات الاخيره العامري ينتزع المركز الاول، يتسلل يخطط لانطلاقه هذا الشوط، وبالفعل يكون التخطيط سليم في هذه الانطلاقه، سلام عيناوي سلام وامس الخير يا محمد يا بن عوض بن خويتم العامري على هذا الفوز والانتصار، حيث قدم كفو وهو كفو لانطلاقه الشوط، المركز الثاني شاهين محمد بن عبد الله بن سعيد الدرعي، المركز الثالث اللي يصل من خلال حبل الكريم كلف لطالب بن راشد بن شريم المري، والمركز الرابع هنا ياتي ايها الحبل الكريم الناوي عبد الله بن دخيل الله بن سلامه، والمركز الخامس المركز الخامس الحرامي يحتل المركز الخامس لضحي بن مبارك بن ضحيه الاكتبي، هو اذا مشاهدي الاعزاء من يتواجد على المركز الخامس في هذه الانطلاقه وهذا التحدي، هكذا كانت النتيجه حاضره في لقاء هذا الشوط، والتوقيت الزمني امام حضراتكم مشاهدينا الاعزاء 7 دقائق 49 ثانية و6 من الاجزاء من الثواني، تهانينا لعوض بن محمد بن خويتم العامري على محمد بن عوض بن خويتم العامري، تهانينا والناموس المركز الثاني حيث حقق 7 دقائق 50 ثانية 54 جزء من الثانية و64 جزء من الثانية، تهانينا والناموس محمد بن عبد الله بن الدرعي على الفوز والانتصار، بينما المركز الثالث المركز الثالث حل مشاهدي الكرام كلف طالب بن راشد بن محمد بن شريم المري 7 دقائق 50 ثانية و24 جزء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.